اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اختيار الالوان ووضحت لك ازاي تقدر تعمل ميكس بين الالوان بتاعتك عن طريق دائرة الالوان، بس الكلام كان نظري شوية. طب انا عشان اختار الالوان بتاعتي لازم انزل اشتري دائرة الوان، طب هل دائرة الالوان دي فيها كل الالوان اللي انا ممكن اختار منها؟ بفرض انا عندي قطعة قماش بلون معين وعايز اجيب الدرجة بتاعتها بالظبط عشان اقدر اختار اللون المقابل ليها باي تكنيك من التكنيكس اللي اتكلمنا عليها قبل كده. النهارده هسهل عليك الموضوع ده جدا، بس قبل ما اخش في الموضوع خليني اعرفك بنفسي. انا محمد قماح، مهندس معماري وانتيريو ديزاينر، وده قماح ديزاينر. في تولز كتيرة جدا ممكن تستخدمها عشان تقدر تحقق الموضوع ده من غير ما تشتري دائرة الوان ولا حاجة، والتول اللي هكلمك عليها النهاردة اسمها colors.co. هو ويب سايت بسيط بيقدم لك خيارات كتير جدا لميكس الالوان. اول ما بتخش على الويب سايت وبتخش على الجنريتور بيطلع لك الباليت بتاعته. لو انت لسه مش مستقر على اي الوان ممكن تفضل تدوس على السبيس بار وهو هيبدأ يطلع لك كولكشنز جديدة للالوان لحد ما تلاقي لون مريح بالنسبة لك، وساعتها هتقدر تعمل له لوك عن طريق القفل الصغير اللي تحت ده، وتطلع تدوس على الثلاث نقط اللي فوق وتختار التكنيك بتاعك او الجنريت ميثود. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، لو اخترت كومبلمنتري هيختار لك اللون المقابل للون بتاعك في دائره الالوان. لو اخترت مونوكروماتيك هيجيب لك درجات اللون اللي انت مختاره، ولو اخترت انالوجس هيجيب لك الالوان المجاوره للون اللي انت اخترته في دائره الالوان. طب لو عندك لون مثلا سواء كان قماش او لون على الحيطه وعايز تجيب الالوان اللي تمشي معاها عن طريق تكنيك من التكنيكس اللي اتكلمنا عليها قبل كده، كل اللي هتعمله ان انت هتصور صوره للون ده، بس حاول وانت بتصور ان انت تطلع درجه اللون اللي موجوده في الحقيقه بالظبط. طبعا انت عارف ان انت ممكن تصور كذا صوره لنفس الحاجه وكل مره يطلع لون مختلف، فحاول على قد ما تقدر ان اللون يطلع زي ما انت شايفه. وبعدين تدوس على شكل الكاميرا اللي موجود عندك اللي مكتوب عليه كرييت باليت فروم فوتو، وتعمل ابلود للصوره، وبعدين هتختار اللون اللي انت عايزه من الصوره اللي انت رافعها وتدوس على نيكست، وبعدين هتقول له اوبن ان ذا جنريت، هيحط لك اللون بتاعك في الباليت، وبعدين هتعمل له لوك بالقفل بتاعنا اللي تحت، وهتطلع فوق تختار التكنيك بتاع ميكس الالوان اللي انت محتاجه، وتفضل تدوس سبيس لحد ما تطلع بافضل نتيجه مناسبه ليك. ولو عندك لون خلاص عاجبك بس حابب تغمقه او تفتحه شويه او تشوف درجاته، هتدوس على فيو شيدز وهتختار الدرجه اللي انت محتاجها. بعد ما بتخلص خالص بتدوس على اكسبورت، تختار الاسم والديسكريبشن، وبعدين هتدوس على اكسبورت. هينزل الفايل اللي فيه الباليت بتاعتك بالاكواد والدرجات بتاعتك. اظن كده موضوع الالوان ما بقاش معقد، وبقى في عندك رولز تقدر تمشي عليها وتولز تقدر تستخدمها عشان تطلع الالوان اللي انت محتاجها بالظبط. لو عجبك الفيديو ده واتعلمت منه حاجه يا ريت تدوس لايك وسبسكرايب وتشغل النوتيفيكيشنز عشان اول ما انزل فيديو اليوتيوب يقول لك على طول. سلام.